بدك شيء طيب ويتشكروك الاولاد عليه وتعمليه بشكل سريع. انت موظفه وما قدرت تشتغلي، ما عليك غير الميني الهامبرجر المحشيه بالدجاج بوصفه مميزه حضرناها للاولاد خلال نص ساعه بهي الصينيه المميزه. شوفوا كيف حضرناها وطلعت اكله اطيب من المطاعم بكتير، وطبعا ما بيحلى معها غير كاسه العصير الفريش، وهذا شيء مميز عند الاولاد. اعملي لهم اياها ورح يتشكروكي كل النهار. تابعوا الفيديو. ميت هلا حبايبي فيكم، اليوم ان شاء الله رح نعمل لكم وصفه سريعه بتعملها ست البيت للاولاد، ساندويتش بتاخذ العقل ميني برجر بده حشوه الدجاج. رح نساويها بسهوله، قطعت كيلو ونص من الدجاج على شكل شرائح صغيره. البهارات هي كالتالي، عندي معلقه ونص، هدول الدجاجات كيلو ونص تقريبا، بدي معلقه ونص من الزنجبيل، معلقه ونص من البابريكا، معلقه فقط من الكزبره الناشفه، معلقه من الثوم البودر، نص معلقة من الفلفل الأسود، ومعلقة صغيرة من الملح. هدول المكونات الأساسية. البهارات هلأ بقى رح أضيف فنجان من زيت الذرة الخفيف فوق منه، وحركهم مظبوط وغلفهم، حطهم بالبراد من تحت تقريبا على الأقل ساعتين زمان. هلأ بقى صار وقت الطبخ، رح أدخل قطعة من الزبدة وحط لها بس تدوب شوي، رح أنزل شرائح البصل كان بمقدار بصلتين وسط. هلا بقى رح احط شرائح الفلفل اخضر واصفر واورنج واحمر اللي بيت عندكم اياه ملونين، بتدخلوهم كمان بتعملوهم على شكل شرائح لبين ما يتدبلوا شوي. وهلا بقى رح نزل الدجاج بعد خلطته وبهاراته وكل شيء، ما بدهم اي بهارات، احنا نقعناهم مع الدجاج ليتشربوه، وهلا بقى بس تحريك لحتى يستووا معنا. هلا بعد 10 دقائق رح اضيف الجزر، الجزر مثل ما شايفين انا مفرسته، رح احطهم فوقهم واترك دقيقتين بدوب بصير ما احلى. والفيديو بالقناه اللي بحب يشوف كيف فرزنا الجزر ونقدر نستخدمه باي وقت. وهي خلطتنا المميزه للميني برجر صارت جاهزه، رح اتركها بس هيك تنشف 5 دقائق واتركها تبرد ونحشي الهمبرجر ونشوف كيف بيطلع معنا. وهي حشوتنا بردت شوي، بقى هلا رح اشتغل فيها. شفت الهمبرجر جيبوه طازج وبهذا الشكل بكون كتير كتير بيزبط معكم وظريف. بجيب الهمبرجر هاي مثل ما لكم شايفين وبقسمها بالنص بهذا الشكل، ورح حاول فضيها على قد ما اقدر. شوفوا كيف من قلبها فضوها لنحشيها بالدجاج. اذا كان طازج معكم كتير كتير بريحكم بالشغل وبيطلع طيب. بهذا الشكل رح احشيه دجاج على قد ما اقدر، بمليها بمليها، ورح جبت بايركس ورح صفن عليها بهذا الشكل. هذا البايركس اللي انا دهنته شوي، بتحطوا ورق زبده او حطوا ماده دهنيه، فرشوه بزيت او اي شيء انتم حابين يتوفر معكم اعملوه واشتغلوا عليه. هلا هيك عم بسويهم، ورح مثل ما شايفين عم شيل الحشوة على قد ما اقدر وبصير بسندهم ببعض بهذا الشكل. طلعت معي هاي هي الحشوة، بما انه انتازة عم تطلع فورا معنا ما بتعذبنا. فضيها على السريع وقد ما بتقدروا تحشوها تطلع اطيب، كتروا حشوتها. كمان رح احطها بجانب البايركس وكملهم بنفس الطريقة، اقطعها بالنص وفضيها واحشيها. وهي صينيتنا صارت جاهزة بدقيقتين. هلا ما علي غير رح اضيف جبنة الموزاريلا على الوجه، كان تقريبا بمقدار قالب بين 100 وال 200 جرام مبروشه هي الجبنه، وممكن تعملوها بالكريمه اذا بتحبوا طعمه الكريمه الاولاد اكثر. ضيفوا لها كريمه مع جبنه الكيري كمان بتطلع معكم طيبه، بس انا مجربتها بهي الجبنه هي بتعطي طعم خرافي غير شكل. وبنفس الوقت انا بقى محميه الفرن على 180، رح ادخلها على الفرن بين ما تذوب الجبنه، يعني ما بتاخذ لها 3 4 دقائق وبتصير جاهزه معنا. وهي صينيتنا صارت جاهزة خلال نص ساعة، عملنا للأولاد غدا مميز ولا بالمطاعم في مثل منه. ما علينا غير شوفوا كيف، هلا رح فرجيكم اياه، هو طبعا سخن وانا ما بقدر امسكه، بس رح فرجيكم كيف طلع معنا بهذا الشكل.
قطعه قطعه بنحطها للاولاد محشيه بالدجاج وبخبز الهمبرجر، وطلعت معنا تحفه. وشو كمان بقدم لهم؟ ما علينا غير عصير التنج، اطيب عصير مميز مع هالاكله بتقدموا لهم اياه، وبشكروكم الاولاد كل النهار قدمتوا لهم اكله مميزه غير شكل طلعت معهم. وان شاء الله بتكون وصفتنا لليوم عجبتكم، بتمنى تشتركوا بالقناه وتتابعونا لحتى نجيب لكم الوصفات السهله المميزه يلي بيحبوها الاولاد وما بتتعبكم بنفس الوقت. شكرا حبايبي للمتابعه، ودمتم سالمين، وان شاء الله بشوفكم بطبق جديد باذن الله تعالى. شوفوا كيف انا حابه بس فرجيكم اياها، شوفوا كيف ما شاء الله شو مسقسقة الخبزة ومنغنغة ومشربانة كل شيء طيب. إن شاء الله بنشوفكم في فيديوهات جديدة بوصفات جديدة. دمتم سالمين.